مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة معكم من الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية. هذا تظاهرة نتمنوا من الله سبحانه وتعالى أنها تكون بكل نظام وانتظام، أننا نديروا التظاهرة ديالنا، ولكن من 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 ما نحاولوش أننا نشتبكوا مع رجال الأمن. الله يجزيكم بخير. فمظاهرة من حقكم، أولا أنتم على البث مباشر مرة أخرى، والسبب هو مظاهرة ضد التلقيح. إذن مرة أخرى مشاهدينا، نحن من قلب الحدث. تشوفوا احنا من قلب المظاهرة. اذا مشاهدينا كما تشوفوا مباشرة مرة أخرى مشاهدينا من قلب الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية ومن ساحة ماريشال، تجمهر اليوم ضد الجواز ورجال نزول أمني مكثف. نزول أمني مكثف مرة أخرى، رجال أمن قوات المساعدة وكذلك قوات خاصة لتفرقة هذه المظاهرة. دونك من قلب الحدث. إذا هذه اللحظة كما تلاحظون، إذا كما تلاحظون مشاهدينا نزول أمني مكثف. كبرتيني الراس يا خويا. إذا الله يجزيكم بخير، هي رسالة فقط، ديروا مظاهرة مرحبا، ولكن ما نحاولوش أننا نتصدروا معها. Oh!
الشعب يريد اسقاط الجواز، الشعب يريد اسقاط الجواز، الشعب يريد اسقاط الجواز، الشعب يريد اسقاط كما كتلاحظوا مشاهدين مسانك تيفي، هذه الاجواء اللي كتمر دابا بوقفه احتجاجيه، لانه كيحاولوا انهم يديروها وقفه احتجاجيه سلميه، ولكن كيتصادفوا بالامن هما كيطالبوا بالحقوق ديالهم، انه ما يكونش هذا الجواز تلقيح اجباري. هما ماشي ضد انهم يتلقحوا، ولكن ضد انهم رافضين هذا الجواز التلقيح الاجباري. كما كنسمعوا المواطنين كيقولوا ان الوقفه سلميه،
إذا مشاهدينا مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة معكم من الدار البيضاء. الأمور ما زالت كما هي، نتمنى من الله ومن الحكومة أنها تخرج وتحاول توضح أكثر وأكثر وأكثر، لأن نتفادوا بحال هذه المظاهرات، لأنه كاينين أعداء الوطن، كاينين أعداء الوحدة الترابية باغيين يتفرجوا فينا وباغيين بزاف الأمور. فاليوم احنا عرفنا هاد التظاهرات خارجين على القلب، يعني خارجين باش ما يديروش واحد التلقيح اللي هو ربما الدولة تشوف انه صحي بالنسبة لهم، ولكن كل واحد تيكون حر في الشخصية ديالو. فاليوم نبغيو اننا نديروها سلمية، نديروها حضارية، نرسلو، نديرو بزاف الامور. ف هادشي اللي غيحس بيه انا ما غيحس بيه حتى شي واحد الا ولاه حاضر هنايا. دونك تشوف ناس كبار طاحوا بالتدافع ديال بعضهم البعض، تشوف انه لا اله الا الله محمد رسول الله. عودة مجددا مشاهدينا، مرحبا فيكم في هذا البث المباشر مباشرة معكم من الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية. والأمور لا زالت كما هي، تظاهرة حول موضوع التلقيح، تنشوفوا كاينين شباب شوية هادشي اللي ما بغيناش، التدافعات ديال البعض لبعض، يعني تيخليو ناس كبار أنها طيح، ناس كبار أنها ما قداش على الصحة ديالها. دونك فوالا نحاولوا ناخذ التوجيهات. إذن مشاهدينا رجعنا لكم مرة أخرى، والأمر لا زال كما على الحال. عودة مجددا مشاهدينا، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة معكم دائما من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. والمظاهرة ما زالت، ولكن نزول أمن مكثف وقوي. هاد اللحظة تنشوف أنه كاين فرق أخرى ديال الأمن غادي تنزل باش تفرق كما تشاهدون باش تفرق هذه التظاهرة. عدد من الشباب، عدد من النساء، عدد من الرجال خارجين لهذه التظاهرة، إلا كانوا غيطالبوا بالحق ديالهم ففعلا Yeah.
كتلاحظوا مشاهدين مسانك تي في، زعما المواطنين انهم كيطالبوا بحاجه واحده، يعني اسقاط جواز التقاعد، يعني ما كيطالبوش شي حاجه اللي صعيبه ولا شي حاجه اللي من مستحيلات، يعني الطلب ديالهم الوحيد هو انه اسقاط جواز التقاعد. هذا الان هما كيقولوا كلمه واحده، اسقاط جواز التقاعد. الشعب يريد اسقاط الجواز، الشعب يريد اسقاط. لا 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 ما بغيناش نوصلوا لهاد اللحظات هذه، بغينا انها تكون سلميه، يعني وقفه احتجاجيه سلميه. بعدم بالغاء جواز التقاعد، يعني ما باغيش انه يكون اجباري. طلبهم الوحيد هو انه يتلغى جواز التلقيح، ما كيطالبوش بشي حاجه ماشي هي هذيك، بل انهم كيطالبوا بجواز التلقيح يتلغى من طرف الحكومه. يعني المواطنين انهم لحد الان مازال متواجدين في هذه الوقفة احتجاجية كيطالبوا بإلغاء جواز التلقيح، وهذا حق من الحقوق ديالهم. كيتمناو من ان الحكومة تدخل في اقرب وقت وتلغي هذا جواز التلقيح، ما يبقاش اجباري. هما ماشي ضد انه ماشي ضد انهم يدقوا اللقاح، ولكن ما باغينش هذا جواز التلقيح، جواز التلقيح ما باغينوش، وكيطالبوا بالحقوق ديالهم ودايرين هاد الوقفه احتجاجيه. وكتسمعوا الكلمه الوحيده اللي تيقولوها هما انه الغاء جواز التلقيح. Thank you.
مشاهدي المساك تيفي، المواطنين كيطالبوا بانه الغاء جواز التلقيح، ونتمنوا ان الناس تكون سلميه وما يكونش فيها حتى شي مشاكل. مشاهدي مسانك تي في نعاودو لكم انه كاين شباب شابات ناس كبار، يعني كل شيء متواجد في هذه الوقفه باش انهم كيعبروا على الاراء ديالهم حول هذه القرارات المفاجئه من طرف الحكومه بهذا الجواز التلقيح الاجباري. رافضين هذا الجواز هذا بتاتا. Thank you.
يعني كيقول انه جواز التلقيح اجباري ما باغينوش. كيطالبوا غير بالحقوق ديالهم. منكم انتم خاصين بدا هذا الشيء. انا مواطنه عاديه
كنشوف يعني كنشوف الدكاتره، كنشوف الناس الواعرين، الناس البروفيسور الكبار في المغرب، كنشوف هذا الشيء انه خطر. انا شي ولا خطر، ولكن ما قال واحد الدكتور معروف كلشي كيعرفوا انا شي غامض. هذا الشيء غامض بالنسبه لنا حنايا، حنا شايفين شحال من حاجه، ولكن انتما راكم عارفين، انتما الصحافه، انتما عارفين شلا ما خصكم تحاربوا هذا الشيء. راه بداو حنا جايين ندعموا. يلا شريف كما كتلاحظوا مشاهدي ماسانك تي في، الاجواء كتمر في هذه اللحظات بانه كيحاولوا ان الامن يدوز هذه الوقفه الاحتجاجيه بسلم وسلام، الناس يعبروا بالحقوق ديالهم، يقولوا داكشي اللي بغاو، كيطالبوا بالحق ديالهم، ما كيطالبوش شي حاجه اللي صعيبه، كيطالبوا بالغاء جواز التلقيح، ما باغيش انه يكون جواز التلقيح اجباري، هما ماشي ضد انه التلقيح، ولكن رافضين بلي جواز التلقيح يكون اجباري. Thank you.
بها في الليل باش انا نفكر بها. نقول لهم يلاه نمشي ناكل، نقول لهم يلاه تكون فوضى. كنتمنوا ان الوقفه انها تكون وقفه سلميه، ما بغيناش من الشباب انهم كنتمنوا انها تكون وقفه احتجاجيه سلميه بدون مشاكل بدون فوضى. Yurik! 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 Yurik!
انها ما تكونش فوضى، نتمنى انها تكون وقفه احتجاجيه سلميه. نتمنى انها تكون وقفة احتجاجية سلمية بدون مشاكل، بدون عنف، بدون اي حاجة كتعنف. نتمنى انها تبقى غادة في السلم. المواطنين انهم كيطالبوا غير بالحقوق ديالهم، ما كيطالبوش بشي حاجة اللي ماشي هي هذيك، كيطالبوا بعدم جواز التلقيح. يعني ما بغيناش انها تكون شي وقفة فيها مشاكل او لا فيها هادشي اللي ما بغيناش نوصلوا ليه، يعني إغماءات من بعد يعني ما بغيناش نوصلوا لهذه المرحلة، ما بغيناش أننا نشوفوا إغماءات من المواطنين. خلوني غير عطاو شويه ديال السباس، عفاك عطاو شويه ديال السباس، عطاو غير شويه ديال السباس باش يتحرك. يعني ما بغيناش نوصلوا لهذه المرحله هذه ديال العنف او لا ضرب المواطنين باش اننا نشوفوهم في هذه الحاله هذه. بعد المواطن هذا مسكين شنو ذنبه؟ يعني خارج انه يطالب غير الحق ديالو بانه عدم يكون جواز اجباري. او دابا مغمى عنه، كنتمناو من الاسعاف انها تقدر باش تلقى هذا المواطن هذا. يعني المواطنين كيطالبوا غير بالحقوق ديالهم، يعني ما باغين شي حاجه ماشي هي هذه، لكن انهم كيقولوا باللي عدم جواز التلقيح، يعني ما بغاوش انه يكون اجباري. ما عندهمش هما المشكل في اللقاح، بالعكس كنشوفوا نسبه ديال التلقيح في المغرب يعني واصله لواحد النسبه عاليه، ولكن باللي وصل القضيه فيها جواز التلقيح اجباري، المواطنين خرجوا باش انهم يحتجوا على هذا القرار باش انه يتلغى من طرف الحكومه. نتمنوا الصوت يوصل ديال هذا الشعب هذا للحكومه وتراجع على هذا القرار ديال هذا جواز التلقيح الاجباري ويتلغى. نتمنوا ان الوقفه الاحتجاجيه تكون سلميه بدون عنف بدون مشاكل. المواطنين كيقولوا كلمه واحده، يعني سلميه سلميه وعدم جواز التلقيح الإجباري. الاسعافات حتى هي تقدر تنقذ هذا المواطن هذا.
نتمنوا من الزعافات ان هذا الوحش هذا باش ان هذا المواطن هذا اللي حاله حرجه نتمنوا على الاقل الاسعافات يحضروا نتمنوا الامبيرونس انها تجي في اقرب وقت اننا نشوفوا هذه الحالات هذه وقفه سلميه بغينا الاسعافات انها تحضر ما بغيناش اننا نشوفوا هذه الحركات هذه لا حول ولا قوه الا بالله رجال اطفال نساء كل شيء خارج في هذه الوقفه هذه تكتشف انه رافضين جواز التقاح الاجباري يعني ما باغينش الجواز هذا وكيطالبوا بالحقوق ديالهم بانه يتلغى هذا القرار هذا من طرف الحكومه
بغيناش اننا نوصلوا لهذه الحاله، بغيناها تكون سلميه، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. نتمنوا ان ما يكبرش الموضوع ونوليو في المشاكل. نتمنوا انها تكون سلميه. كيطالب بإلغاء جواز التلقيح، كلمته الوحيدة أنه يتلغى جواز التلقيح الإجباري. ما بغيناش العنف، ما بغيناش المشاكل، ما بغيناش الأذى. نتمنوا أنها تكون وقفة سلمية، احتجاج سلمية يعني بدون مشاكل، وكل يمشي للدارو بخير وعلى خير بصحة جيدة. يعني نتمنوا من هذا الشعب انه يعبر، من حقه انه يعبر، اننا في دولة الحق والقانون، الواجب عليه انه يعبر بالشعور ديالو. يعني رافضين جواز التلقيح الاجباري، يعبروا انه عدم جواز التلقيح. Thank you.
كرامتهم. مشاهدينا مرحبا بكم مرة أخرى في هذا البث المباشر مباشرة معكم من الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية. والآن لا زالت التظاهرة كاينة كما تشوفوا، إنزال أمني قوي لتفتيت هذا التظاهرة. هذه التظاهرة شفنا فيها غير الشباب ونساء رجال شيوخ، ولكن الحمد لله أنه ما كاين حتى شي حاجة. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه دوز هذه سليمة غريمة إن شاء الله. Oh, my God.
ساميدون للجواز رافيدون، يعني شفتين انه من جواز طيح اجباري. Ramidon, 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 Ramidon,
Thank you.
الشعب.
كاين؟ المخزن مالك اش كاين؟ Thank you.
مبغيناش نوصلوا لهاد اللحظات هادي، مبغيناش نشوفوا الدفاع، مبغيناش نشوفوا المواطنين كيتأذوا، بالعكس بغيناها تكون سلمية، ومن حقهم أنهم يطالبوا بالحقوق ديالهم، يعني رافضين جواز التلقيح الإجباري. All right.
هذه هي حياتي جسدي حريتي 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 هذه هي حياتي Yeah.
هاجي 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 I'm
Thank you.
ضروري 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 يجيبوا لي اخبار. دابا انا كيفاش غنسيق لي اخبار؟ بقى في وجه حرق لي حرق لي. وحنا ما بغيناهمش يوصلوا لهذيك الدرجه كامله. يعني بغينا تكون احتجاجيه سلميه. انا حسيت به ولدي العاب باش انا سكين. دابا انا بغيت نشوفه كيداير دابا. نتمنوا يكون بخير. امين يا رب. اللي كنت ان شاء الله راكم بخير. شفتي ورا هي اش غنديروا؟ تودي بنا تسيق الاخبار لوحي وليدي. ان شاء الله امي. Thank you.
يلا